يا لا لي يلا لا لي يا لي لا 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 والله مسكين يتعاطى على القصيد ده مسكين يلا عبد الله يا عبد الله بس عبد الله يلا يا عذول المحبة حط نفسك مكاني قبل تغلط وتزعل من لا يا زين احفظها لي يا عذول المحبة حطينا وشو امسك لعبة جابر اللعبة لعبة حركية ولا لعبة لا لا هادية احنا جالسين لا لعبة هادية لعبة هادية معروفة بك عند الكل لا لا لعبة هادية معروفة عند الكل لعبة الصراحة ولكن نبغى مستعدين لا عن يوم الطفولة تعرفنا احنا قصة غامضة يعني كلنا غامضين يعني ما نبغى نعترف بأي شيء زين لعبة ثانية يعني تبغى يما منك يا غامض شوفوا كل واحد ياخذ اسم اللي جنبه اوكي اوه هذه حلوه مره يلا حبيبي تشرفنا اخوك هزام من الامارات اخوك عبد الرحلاف من السعوديه ونعم حبيبي حبيبي ونعم كل واحد ياخذ اسم اللي جنبه هلا هلا اهلا اهلا عبد الله شلون هلا هلا حبيبي حبيبي تشرفنا فيك تقول اسمك اسم اللي جنبك لا لا كل واحد ياخذ اسم اللي جنبه انا على يميني باخذ اسم فواز انت عبد القادر وانا هزام وانا انت اسمك نشوان لا عبد... لا هذا ما وقف لنا ياخذ صبر صبر بعد زين اسمك الله يوفقك يا شباب يا شباب بعلمكم الطريقه الله يوفقك جرع جرع كل واحد ياخذ اسم اليمينه شوف شوف كيف انهره الله يسامح الله يوفقك ان شاء الله بس داخل انا الله يدخلك الجنة ادخل داخل انا اعلمك كيف يا نشوان كل واحد ياخذ اسم اليمينه أنا من يميني عبد الله أنا يا تاكسي أنا على يميني إيه لا إله إلا الله أجر 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 يلا مأجور إن شاء الله فواز تراك بالجنة وأنت تاخذ اسم اسمه نشوان نشوان يا رجال العيد هنا وأنت العيد لا تاج راسك أنا لك تاج تاج راسك وقف وقف لو قلت غازي بطير يركب علي ما في فائدة والله هذا الموجود ما يركب علي النصب مش عاجبك بدله ما يركب علي راسك مش عاجبك بدله قول لي طلال وانا يمكن غازي بطير مش فائدة كل واحد ياخذ اسم اللي جنبه حلو يا ولد يا ولد لا صكها بين عيونك قعد حلو الكلام؟ قال بالله ايش قال؟ بالله ايش قال؟ قاعد يا اخي سجل مايك وين مايك؟ انا داري انه جاي كل واحد ياخذ اسم اليمين انا اسمي انا اسمي طلال انا اسمي عبد الله هذا عبد القادر وانا للاسف شديد فواز ايوه طيب وانت؟ هزاع يا شباب شوف خليني خليني رد اتباع قزاز يا ولد تعال تعال ما يصير في اليد يا يكحل ويعمي تعرف تاج ايش اذا ما ذاك بطعنا بخليك تمش كامل حلوه يلا ابدا حلوه ترى هذه بتاع عمانيه لو احنا عمانيين ضحكنا ما شاء الله اسمك حيو اسمك حيو والله اسمك حيو يلا اخبارك يا يابر صابر من هو يابر دقيقه لا لا ما هو يابر هذا يابر هذا يابر انا طلال كل واحد ياخذ اسم اللي على يمينه انا بقول مثلا بقول فواز يشيله من يشيله ما هو بس فرشتك انا اللي ماخذ اسم هذه لعبتي انا هذا معلمكم اياها في الفندق ثاني عشان ما تحوس ثاني عشان ما تحوس من فواز انا فواز وللاسف الشديد انت تقول فواز ما يشيله فواز يشيله اقول لك من يشيله طلال يشيله فهمت أيوة انا طلال انا طلال انا فاهم اللعبه فاهمها انا طلال ايه لا تصغرون علي انا لكم كلكم يا اقعد اقعد انت حتى الدجاجه ما تتعشاك الحمد لله انت طلال هو قال شو قال طلال يشيله انا ما يشيله هو يقول من يشيله يا طيب انت عطسم عطسم عبد الله يلا عبد الله ما يشيله من يشيله نشوان يشيله نشوان ضاع زع زع خلاص نشوان مين نشوان عشان نشوف بعض ما نشوف وين خلاص ما وهذا لو يقعد عدل نشوان يعني في الدائرة خلف الدائرة لا هنا احسن هنا يلا نبدا تمام الخسران محمد معنا ترى محمد معنا ثلاث عيد العيد القوانين يلا حلو محمد جاء ترى ها يلا انت اسمك غازي جابر يا غازي الذيابي اهلا خف علينا طيب يلا ها انت اسمك جابر انت اسمك غازي خلينا نبدا
وجابر اسمه محمد. يلا ارجع ورا عيادات. يلا يلا يا الربع. الحين صرت جمهور خلاص. كل واحد ياخذ اسم اليمين، اوكي؟ يلا. اللي يغلط جلد. اللي يغلط يطلع برا. في اللي يغلط. يلا. اللي يغلط يطلع. يلا. غلطان خلك شوف حبايب 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 اخوي اخوي انت قاعد تتلأ انت الان تمارس شباب اخوي دير وجهك قدام كل ذا حق مصيبه لي هذه مصيبه المصايب انت مش طق بالبيت لا اقسم بالله انت الامانه عندنا النيوز بلول اليوم لا والله والله الله الله عندنا الامانه عندنا زي اللوز خلص شعب احصب لك اي والله شعب يا اخوي تسب عليك يا اخوي اي نصب لف 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 الله يهديك بس لف بعد اخي والله اخلص تعال تعال انت ايوه انا قدام انا قدام 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 بلال تعال لا صارت مبينه ضربتك والله ما صارت مبينه بس القصه مبينه ضربتك قوي مبينه واضحه ايش من الحق تبينت انت خلك قدام خلك قدام يلا لف خلك قدام يا الله جابك الله جابك اي والله لا بس انا طعقت على شيء غريب واحد يمسك الثاني يطق فيديو غير وش النظام لا لا هي مثل مثل لا والله لا والله هو رساله لا هو شليدي دقه دقه مين اللي طق يا خيالي صحيح يا حبيب اخلص علينا لف وجهك نا اخلص رجال انا ورانا تروش ورانا تروش بنروح تروش ورانا صوت عصر اخوي لا ما يصير ما يصير لا لا لف وجهك قبله لا 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 أبو نيان أصلا بس لا لا ما أقيب قوة بس لا محمد خليه يقرب بس خليه يقرب يا أخي أنت قرب منه لا قرب بس لا هو يبعد أنا على الباب خلي على الباب خلي على الباب دقيقة 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 أشهر الباب دقيقة يا أخوي وقف عني لك قدامك على الطاقة تشوفها خليك مشطك هنا اخلص محمد لا اقعد 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 ما نفعت مشطه 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 ما عندنا يا لا والله قاعد راحت عليك والله لا راحت عليك اثنين راحت عليك صار اثنين قاسي كل واحد من الحلال وحده اخلص محمد لا قاعد اوه مو خبير عارف يدك باين يدك مشط هسه مشط قدام هسه مشط قدام مشط اي خليك مشط بلال خليك خليك محمد اقعد اقعد الله يقعد هسه خليك اقعد اقعد محمد غلطان مين هذا؟ كيف دي جد؟ والله ما ادري كيف جد بس انه مين جاهز يقول لي من كنت الداقر اللي تهزوه سوى صوت سعيد اول سعيد ايش هذا؟ سعيد يقول ايش هذا؟ جد معك وايش هذا؟ يقول ايش هذا؟ حتى المايك ضاق صدري يا اخوي يلا 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 لا جل ازرق ازرق قمت ارجف هنا لا والله ريحنا اوه خلصنا اي والله خلصنا انا مره تقطع انا اعرف ضربه ابو نهيان هيان يدك بايره طع كم لظهرك هذا هذا عود ولا يضرب وتتخرب صدقني انا اقول له هذا السكاكين يشطف شلون يده يا اخي يا تجي من قلبي هذا يضرب العظم هذا والله انك تعرف تلعبها من اول والله اول مره العب مستحيل بس لا صح يا اخي الكل يكون قاسي لا حتى عشان ما حد يدري حتى واحد يصقع كذا حتى وقفت يده يعني واحد يصقع كذا اه توصل تطق من قلب اغبى اغبى من سعيد ما فيه سعيد سعيد ضربناه ثلاثه كلها قطع لف قال ايش هذا ايش هذا قبل الله طلع عنده ولبق ما يدري منو يضربه هو يقول كيف هذا لا ايش هذا ايش هذا ايش يقول أنا بجت الثنتين ما أدري والله قلت شيء أقسم بالله أن الوجع ما أدري وين راح بس أنا عجبتني حركة التمشيط يضرب يمشط إيه لازم عشان ما حد يدري
والله لعبة هذه نعتمدها كل يوم والله. لا 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 جميلة هذه فيها رياضة يا الربع والله حلوة. بس كسر ظهر محمد المطيري. محمد المطيري يا اخوان يعني هو يتمنى الفرصة هذه من الله. انا والله انا اتمنى بس ما صح. احنا بلعبة وانا نايم يجي يضربني يعني. لا تخيل هذا تخيل شوية السمع ما يجوز ولا لا يا ابن هيان؟ ها انت لا محمد المطيري يو ما يجوز ما يجوز. كل كلمة صح فيها تقول شايل كرك. الله يبي يو يبي ويلي هذا ضربه عاد يدن حيف يقول لك صوت والله صوت والله هذا يضحك بحصه مالي يعني مجال اني افش شيء من مري الا بهاللعبه هذه. اي والله انا ابوه في شيء هنا واشوى فشيته فشيته والله فشيته انسى الله اعطيته واحد او بدايه اللعبه بقول وش ذا راح صراح الوجه الحمد لله الحمد لله لازم الاقي سامر حاب يرجع اذا حد يرجع. لا والله انا بروح اشبه والله اني بروح اسبح ما بقي شيء نص ساعه باقي نص ساعه روح تروش الربع باقي 33 دقيقه بالضبط روح تروش 38 انا اروح والله اذا ما ضل وقت نروح نتحمم مشان نصلي والله بتروش انا بدي تروش انا والبس يا ربي شوف يبينا فازلين. اي والله فقس فازلين وش عمل عظيم يا رجل نبينا فقس لا تناديني اللعبه انت عارف المكافحه صغيره هذه الخضراء اللي زي الفقس صغيره هلون قزازه خضراء ايش تسوي مثل الفقس سنها. طيب تعرف ابو نمر ابو اسد فواز لا ابو اسد ابو اسد فواز هذا انا افكر ببيت يعني شطر افكر بس يلا يلا سمعت الحين سمعت يلا يلا مخك خله معنا شويه. طيب لحظه هو انا نجوان وهو فواز ايه مالك صلاح اهم شيء اسمك لا لا انت خلص نجوان وهو جابر يا اخي مالك شغل في سمع حد انت احفظ اسمك انت نجوان حلو يقول ابغى اكتب بيت يا الربع انا فواز يا الربع اللي يتاخر يقعد يفكر برا يلا احتزم احتزم يا غناتي يلا لا عبد الله حلاوي يشيله عبد الله ما يشيله اجل من يشيله نشوان يشيله ما مضبوطه نشوان انا اتكلم خلاص خلاص برا برا يا اللي يضحك يا طير يجي خلاص 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 ابشر خلاص يلا انت الحين نشوان ها يلا انت نشوان انا نشوان والله ما تغير عن نشوان لا علي حرام ما تغير علي بحرام اني نشوان خلاص طلعت حرام البنت حرام ولا نشوان طلعت طلعت انا نشوان خلاص لا لا يعني خلوا يعيد ترى نبدا نعيد اخر لعبه فواز اخر لعبه اخر لعبه طيب حجر لا اجرك ما شارك حجر لا بلا حجر بلا خبيط جابر شله جابر شله جابر ما يشله اجل من يشله طلال يشيله طلال ما يشيله نشوان برا 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 لا طلعت خصمنا خوي ما والله مشكلتك خلاص برا 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 ما فيه الكفايه جابر انت فواز برا برا لا لا خطوات احتزم احتزم بس يا اخي مالك شغل من فواز انت احفظ اسمك بس انا جابر 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 خلاص دقيقه دقيقه ايه ما انا برا انت غاز انت غاز وهذا محمد هي لا هذا محمد جابر محمد ايه اخر محاولة اي غلط اخر محاولة يا الربع كلهم بيقعدون بيبون يلعبون لا 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 ما حد فيهم بيطلع يلا يلا بدون يلا تغازل جابر يشيله جابر ما يشيله اجل من ايش تبغى انت ايش تبغى انا هو يقول جابر يا رجل عدنا اللعبة والله اقسم بالله الذي لا اله الا هو ربع سبع واخاها سبع انك خدعت اللعبة مديت ثور فيني ثور فيني يلا 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 ما لك دخل بقصيد نشوان يشيله نشوان يشيله يلا روح انا نشوان لا ما يشيله نشوان حلو كمل كمل نشوان يشيله لا ما يشيله هزع من يشيله يشيله هزع هزع ما يشيله ما ادري من يشيله برا 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 خلاص يلا خلاص انت نشوان طيب خلاص الله تضيح ان شاء الله محمد العيافي يشيله محمد العيافي ما يشيله وقبل عام كان فواز اجل من يشيله اجل من يشيله يشيلها هزاع يشيلها هزاع ما يشيلها اجل من يشيلها يشيلها محمد العيافي محمد العيافي ما يشيلها اجل من يشيلها يشيلها عبد الله الحلافي عبد الله الحلافي ما يشيله اجل من يشيلها محمد العيافي يشيله محمد العيافي ما يشيلها اجل من يشيلها عبد القادر يشيلها القادر ما يشيلها اجل من يشيلها نشوان يشيلها نشوان ما يشيلها خسارة انت تقول تعمل نزول جيه من يشيلها تعمل برا 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 حلابي برا على عبد القادر يلا يلا بدنا نشوان عندك نشوان برا برا لا 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 عبد القادر يشيلها عبد القادر ما يشيلها عدم من يشيلها غازي المطيري يشيلها غازي المطيري ما يشيلها
برع لا 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 برع ما تكلم قبل شيء ما راح امشني يلا 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 لا 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 وخر يلا انا هزعل هو اسمي يا جابر يشيلها هزعل مراتي جابر ما يشيلها جلبن يشيلها غازي يشيلها غازي ما يشيلها اجل مين يشيلها اللي يشيلها هزع هزع ما يشيلها طرف هذا يسوي لقطه على نفسك علي يضحك علي لا 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 يضحك علي بكل رود يا عيال يضحك علي هو اللي عند الله يا اخي برا 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 لا 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 ما في انا هاي كم واحد باقي واحد انا واحد اثنين ثلاث جابر غاز خمس حلو يلا اخوتي بدلوا اللي سمي يصير غازي اخوتي ما في اخواني اخواني يلا يا اخوتي يا اخوتي يا اخوتي ما ادري يلا هزاع يشيله ها هزاع يشيله هزاع ما يشيله اجل من يشيله اخوتي عبد القادر يشيله عبد القادر ما يشيله اجل من يشيله هزاع يشيله هزاع ما يشيله اجل من يشيله نشوان يشيله نشوان ما يشيله اجل من يشيله طلال يشيله طلال برا طيب طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة الحين يعني انا غاز بعد اوكي يلا من يبدا الحين انا كم باقي أربعة انت شلون اللي برا يطلع يبعد خلاص تخبط انا برا ارجع ورقي جابر يشيله جابر ما يشيله اجل من يشيله غازي يشيله غازي ما يشيلها اجل من يشيله هزاع يشيلها هزاع ما يشيله اجل من يشيلها نشوان يشيله نشوان ما يشيله اجل من يشيله جابر يشيله جابر ما يشيله اجل من يشيله هزاع يشيله هزاع ما يشيله اجل من يشيله جابر يشيله جابر ما يشيله لا طالع فيه انتظر يجاوب وكل ثقه انتظر يجاوب لا يلا انا جابر انا جابر اوكي وانا غازي روح وانت هزاع ساندوا فريقكم السعودي يا شباب خليكم من الامام يلا لا ابشرك الحين قفول غازي معي قفول غازي كلهم معي الحين غفلت اسمه يلا عيوني ما اشوف وايد احاول ما اشوف وايد لو اغير وابدل ما اشوف يلا 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 ابدا هزاع عندك جا ايش البدايه جابر غازي هزع جابر عليك انت جابر ما يشيله شطة يلا يلا عيد يلا 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 جابر يشيله جابر ما يشيله اجل يشيله جابر يشيله فزنا حق انا اصعب شيء هي لا تمام خلاص خلاص ابغى اقول هزاع يشيله طلع جابر لا شاد خلاص انت يلا يلا باقي اثنين ما يجي لا يجي انا الضحك غازي ما يشيلها هذا من يشيلها جابر يشيلها لا ايوه صح 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 بدايته غلط ياخذ اسمه ياخذ اسمك بدايته غلط اصلا لا كيف كذا جابر يشيلها اسمك غازي اسمك جابر زين اوكي خلاص بدايته جابر يشيلها هو يقول جابر ما يشيلها تقول ما يشيلها تقول غازي يشيلها خلاص جابر ما يشيلها جابر ما يشيلها هذا من يشيلها لا جابر يشيلها هذا من لا لا ما يشيلها جابر يشيلها لا ما يشيلها اجل من يشيلها مو بكذا صح جابر يشيلها انا جابر ما يشيلها انا اذكر اذكر اسمه يلا انا جابر هو غازي اي 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 هو يقول غازي انت اسمه جابر انت اسمه فاء ايوه مع انه ما راكب غيرك يروح يلا جابر يشيلها جابر ما يشيلها اجل من يشيلها غازي يشيلها غازي ما يشيلها اجل روح غازي الفايز جولة ثانية شارك فيك شكرا عطني من حظ الشوي والله مبروك جابر ها جولة ثانية الحين ترند يا عيال والله جابر حكمان ترند لا لا ترى غازي مطيري الحين ترند شكرا غازي مطيري فاز على العيال بالمسابقة القوية اوكي صور صور لا 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 عطني فنجان جابر حكمان فاز عطني فنجان والله صور صور عطني فنجان صور ايش؟ يشك شك خلاص تم جيري يا عيال شوف كيف يركض تقول نخلة والله تقول نخلة تمشي ما نعرف زلاق خربان يا عيال ترى قول شباب حدا على انتوا 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 ترى قول مقصاتي خربان عوض بالشيطان قول له لا كذا يا ساعة هذه قهوة ولا شاي؟ والله قهوة مع حلا يا هزال يفوتك لا ما ابغى فين فنجالي؟ جولة ثانية يا عيال تقول لي تقعد تجيب فنجان والله كافيين يوم واحد والله حتى انا بعد ما اصلا ان شاء الله بس العب فنجان
تعال يا ولدي. فنجان. طلع اعطي فنجان طلع. فواز يا بعد حي. خليني معك بترنت. لا. من يا سبوه. اشو اشو اشو. ايش الترند يا طلال؟ لا فازي مطيري فازي مسابقة قوية اوكي؟ كذا انسى اوكي؟ بديت عيونك الخضر بديت عيونك الخضر من قال فنجان يا الربي حط 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 هنا بوزع بس الله يكرمك طلال ما بسألك شيء ابغاك كلمة راس شو اسأل حذية نفسك بكلمك كلمة راس كلمة راس طلال وادعي فنجال من القهوة طلال وادعي شرب الجنة طلال وادعي طلال وادعي تعال ايش تبغى طلال وادعي تبغى من القزاز يا ولد شو شو كيف يركض طلال طلال شو كيف ما في بريك ما في والله ما في لا متابع انا استمر ليه نو بس انتم يا اهل العاب نعطيكم سفري تغدون بالفجالة على ترجعون ما ادري تاكلون اذن اليوم والله اذن ولا ماني بعد شو الحين انا بعد العصر ترى هذا الوقت كم الحين الساعه 3 يبدا انت يا حلو باقي ثلث ساعه نبي تجلس تجلس اي والله بس أد أسألني ولا ما أدرس لا تو خمس أجلس ما بيصير منتج اليوم ما بيصير منتج ما بيصير هو هذا يعرف اللعبة ما بيصير منتج اليوم بحصة والله ما أدري لا ما في وش اللعبة اختر رقم براسك أي رقم أي رقم أي رقم أي رقم اخترت ما أروح أعطاك جماعية ولا اثنين بس يا بحصة أعطاك بلال مثله ها حلو كل يلعب ولا لا هو حلو اعطاك بلال مثله حلو 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 اعطيتك انا طال عمرك ستة حلو اقرط نصهم بالبحر حلو واعط بلال حقه حلو باقي معك ثلاثة كم؟ صح والله صح والله صح 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 اختار رقم جابوا صح اختار رقم من العشرة تعال انا اشوان اشوان اختار رقم من العشرة وتحت اسمع اسمع يلا اختار رقم من العشرة وتحت خل هذا يلا ولد 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 اختار ولد اختار ثلاثة اصبر اصبر لا اختار رقم بينك وبين حالك اعوذ بالله من الشيطان الله لا اله الا هو الحي القيوم شلون جبت اسمع اسمع اختار رقم ايوه اختار رقم شلون جابه يا ولد اعطاك عبد الله مثله مثل هذا الرقم اخترته جمعته ايه اعطيتك انا اعطيتك طال عمرك ثمانية طيب حلو اقرط نصهم بالبحر اعطى عبد الله حقه ارجع له حق اللي اعطاني كم اعطاني نفس لا نفس الرقم اللي اخترته ست ايه ارجع اختار ارجع دي 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 بحصه خرب خرب ايه لا مضبوط مضبوط عرفت ايه اعطيت عبد الله حقه ايه رقمك اربعة انت شلون ها يحب عليه صح خو عنقه المجنون تعال الساحر نادل انت يا عبد القادر يلا يلا خو اختر الرقم دقيقة دقيقة من كم إلى كم في عدد معي ولا لا دقيقة 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 بحصة تكفي دقيقة لحظة لحظة خليه يلعب بس لحظة عرفت الحل أنا أخذت عرفت الحل أعطاك عبد الله مثلا الرقم اللي اخترته ما له شغل العودات يا أعطيتك أربعة أوكي اقرأ تنصب البحر أوكي أعطى عبد الله حقه يلا صح ما تجي ها جلد. اوكي انا معك سنين صح كيف طريقات هذه اكيد لا لا تعلم معين صح لا تعلم فواز انا ابي فواز بينكسر الكوب يا ولد آه انا داري شوي 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 اصبر انا بلاش من غير يمول هذا تجلس يومين منتشر عيال نعمه نعمتك خير الا حاس الزوليه جالها حي حست الزوليه جرب عشان عزف فيها هذا من البيش براشي ولا كوب حليب من البيش هذاك اقول عنده اوسكار واشغلنا ايه شغلنا هذا يحق لك يحق للاوسكار مخرب بالقريه صلى على النبي يا ابو حصه دقيقه ابو حصه لكن انا ابو حصه انسان محترم ابو حصه ولا اقدر اقول كذا
ولا عندي برايس خري غيره الانسان اوسكار يا رب اقدر اقول هاللون انسان اقدر اخذ لا 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 خلاص صد لا طلع في المقدر صلح له شيء ما يقدر هذا يسمونه الواد مدلل في القريه ايش تسوي تسوي هذا الشماغ اللي معي قبل شويه عندك حصان بس اقول لك حاجه حل اللغه بتدور الايام ان شاء الله اخذ الاوسكار والشيخ القريه والله اجيب الكلوركس انا بحصك شفت مش بحور يوم لا شوف بس شوف انا طيله الاسبوع هذه محترم لاني انا احترم رئيس القريه انا احترم رئيس القريه لكن على فكره اليوم ان شاء الله الرجل يسولف معك اليوم شفت بحور يوم الرجال يتكلم عن التراث خذ علبه الماء وحذف القطو قال راجل حيوان ده من كذا قال هذا من التراث يا شوه المنظر اسمع هذا اسمع ابو حصي لا والله ما بقلب شيء خذوه يا ربع خذوه هو السر انك اليوم الساعه 10 نص في البحر ورجعت الصف خلاص انت اسبوع صح عندك اليوم الساعه 10 مثلا راح اسلم البشت مقاليد الحكم حق القريه لابو حصه الى الشخص اللي يستاهله لابو حصه رجل محترم لابو حصه ورجل يحب الخير للكل ابو حصه خلاص عرفنا ورجل يوسخ ولا يشوف احد عرفنا ابو حصه لا والله ما هم احد ويكب الشاي قدامي ولا كان يشوف احد يا اخوي قاعد يلعب معكم معلمكم العاب يا رجل اسكت لكن تدور الايام انا طال عمرك شوف شوف اسبوع كامل اسبوع كامل يا هزاع انا اقدر اسوي بلاوي شوف لكن انا شوف يا قطكوب علي انا محترم ساكت ما اقول شيء لان معي اوسكار انا متواضع انا اقدر اخرب مده الاسبوع هذا لكن انت من رفزتون قلت انا ما عندي بحد صحيح اقدر اقرط كذا وكذا انا اعطيك مثال لكن انا احترم رئيس لا يهمك رئيس القريه انا احترم ابو حصه لا يهمك ان شاء الله ان شاء الله تدور الايام ابو حصه اي شيء يعلمني بس حق هذا اسكار اعطيه الرجال من جاله يسحب من جاله لا يهمونك لا يهمونك صدق ما حد يقدر يقول احتجم الشمري والله انك على جبل الله اختر رقم اختار نشوان اعطاك فواز مثله ما ابي من فواز لا لا اعطيك رقم يلا لا لحظه لحظه يلا اعطاك فواز مثله طيب اعطيتك انا طال عمرك 10 حلو اقرا تنصه بالبحر حلو وحق فواز رجعه حلو بقى معك 5 هل يحتمل الله بالاسكار ولد هذه الاسكار بدر بدر يلا عطني شلون طيب اختار هذا كم لكم؟ لا 10 وتحت 10 وتحت ما يكون عدد كبير 10 من 20 وتحت عادي صح؟ اي ما تبلش بجمع حلو اخترت رقم ايه اعطاك عبد الله مثله ايه انا قرأت المعوذات اعطيتك انا 6 لا لا ولا حلقي اي انا قاعد اعطيتك 6 ها؟ لا استفاد والله وكيف حلو حلو والله اقرط نصها بالبحر طشت نصها عط عبد الله حقه اللي اعطاك نفسه اللي اخترته اقرطها ها اقرط نصها يا اخوي يا زين حق حنا حذفها حذفها لا اقرطها اقرطها يا حلو حقكم خشمك خشمك تكفى اذا جاء تدريس نفسه حبيبي ايوه ايوه رجعته رجعت بقى 3 معه على عنها أمان يا خرطي ما اختر ما جمع الا اخترت اول شيء اخترت اول شيء اسمع اخترت 20 ايوه زين اعطاك 20 لا لا اخترت كم لا صدق انت بدك يلا يلا رقم صغير بس اجمعوا زين حلو حلو اخترت اخترت اعطاك عبد الله مثله اعطاني عبد الله اختارت حلو اعطيتك انا طال عمرك 4 ما بحس ايوه حلو اقرط نصها بالبحر نصها يا لا 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 هو دق انت لان هو رقم كبير يلا رقم صغير يلا يا رقم صغير يلا دور الايام ابو حصه واخذ الشاي كبه فوق راسك ما هو محترم رئيس القرية أوريك والله مو محترم لا رئيس القرية ما نسمع بدر اخترت رقم صغير يلا أعطيك عبد الله مثل يلا حلو أعطيتك أنا 4 حلو اقرط نصاب البحر قرطها أعطى عبد الله قرط وجهك أعطيته بقى 2 معك الله لا يوفقك أي والله استغفر الله أي والله ما شاء الله ماشي ها ألعاب ذكاء ألعاب ذكاء بالله صدق قول أوسكار لا 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 أوسكار أوسكار لا تسوى علي مقري بقلاوه اي صعب علي شلون؟ ادعو المقري ادعو له بش بين الربع ادعو له بش ادعو المقري الله يشافيه ها؟ الله يشفيه ما حليت شيء والله ما حليت لا تنفخ اعطيك الحل الحين انا اعطيتك اخترت مثلا 4 حلو حلو وقلت لك زود عليه 10 حلو حلو انا في بالي العشره هذه انا اكيد اني عارفها صح؟ طيب
وقلت لك عطاك هذاك نفس اللي عطاك. بعدين بقول لك احذف نصه في البحر. انت الرقم اللي اخترته نصه راح، والنص الثاني يوم اقول لك رجع لعبد الله يرجع هنا. حلو، انا اخترت 10 في بالي، نصها راح في البحر يعني 5. لا مو صح والله كذا. تعال يا معصى اعتذر يا معصى. والله صح جبت الحل. ايش هو انا الحين انا عارفه ترى والله. ايه هو السر في الرقم اللي تقول انت زود عليه. يا سلام عليك. فانت يوم تقول نصه في البحر خاص نص الرقم اللي انت اخترته. لا كيف؟ ايش ايش قلت؟ هو ما يقول نصه في البحر، فانت تعرف انت اعطيته مثلا 10 يعني 5 لانه راح نصه في البحر. انت اعطيت مثلا اعطيتك انا 6 النص 3 يكون. بجا يا غم تحدى سوى فيك نفسه بحصه لانه هو بياخذ اسبوع جاي اسكار. والله ما لك شيء وانا اقول افا. ولك فنجان قهوه. لك فنجان قهوه المليون وانا قهوه عليك اقدري. يلا اختار رقم. ما شبعت؟ اختار رقم. اخترت. زود عليه 10. لا لا يا حباب. الا الا صح شلال جدي. زود عليه 10. ها اعطاك الرقم اللي انت اخترته اعطاك فيصل نفسه. يا الله القصه. طيب اطلق اقرط اقرط يا اخي. خلوه كوميديا يا الربع. خلوه نشوان. ما في ضحك. كمل ابوه كمل. حلو. قط نصه في البحر. حلو. ورجع لهذاك حقه. رجع للي اعطاك اياه. حلو. 5 3 خطا. والله اتحداك. والله اتحداك. انت غلط. لا تحل. انت زودت 10. زودت 10. لا تحل. بس ترى هو صح. سوي لنا زي شعر زد رصيدك. انا حليت اللغز. تعال سوي لنا زي شعر زد رصيدك بالله عليك. بالله عليك جنبه جنبه. بالله عليك انك تجي. لا حلفتك بالله تجي. والله؟ بسم الله. وش وش وش؟ يسوي نفس حركة زد رصيدك. نفس زد رصيدك. شعر ذا شعر ذا. ايوه. افتتاح المحل. ايوه. يا ريت. شو شو شو. واحد ميت مو يا ريت يا ريت. يا بطل. حلو هاي نشوان. حلو. تسلكوا لي. لا والله والله انا ماشي اصلا رايح. تقفش اللي الكرك من خذني معك. حطها هنا. على القوي. عشان تقاوي زين. شو اللي هو نقول؟ اي والله خايف والله انه ينتثر. لا اله الا الله. تكفى يا ابو تكفى يا ابو يا فواز. يا ريجي من يوم دخلنا وساعة مثل ما هي. من يوم دخلنا وساعة مثل ما هي. لا ان شاء الله ما بول برايم بس ان شاء الله. يا عيوني والله اني يا عيوني يا عيوني ماني مجازي. يا عيوني عطى يا فواز بالله دقيقة. والله تقول له والله تقول له والله تقول له يا عيوني يا عيوني يا عيوني. ماني يا مجازيك في صدك وهجرانك وداعتك الله وتلقى واحد ثاني. اتعبت العيال والاقدام من شانك. امي امي دق علي. هلا يبا هلا يبا سم جاك يا لو ما ثبت برهانك وقبلت لك من دفع من كل وجداني. الا بعد ما اكتشفت الغدر بعيانك قررت اودعك وانسى كل مكاني. خلاص ماني بمت عمي علشانك ودعتك الله وتلقى واحد ثان. سيد ابوي يبيك. اي بس خلاص وجهك انت بنشيلك بهذا. شوتك بهذا عمرو حد قال كذا. انت انزع هناك انزع انزع هناك. انا انزع هناك. اقول انا كلمني اقول هناك انزع كلمني اقول روح توكل. انا والله ابوي داقن علي. يا لا لا قوم. يا سلام يا فواز. سمعنا يا حبيبي. يا حبيبي صوته زين فواز.
عيوني. لا و... ما انت عيوني. لا لا انت خلاص 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 اسمع نفسك والله خلاص ما عاد راد على الجواب. فواز ها مع السلامه. فواز ما في خلاص خلاص زعل السلام. زعل درب السلامه. فواز انا اقول لك سويت فيني خير يوم انك قفيت الله وانا بعد سويت خير ونسيت الله اكبر. دامك فواز انت ما شاء الله عليك بقول لك مقصور في عبد الله ولا الشعار كله ولا الشعار كله بعلمك ابيات وحكم عليها سم اقول دق ابوي دق ابوي دق الو شلونك مساك الله بالخير شلونك ابويا اقول يلا جايك يا ابوي جاي فواز نمر القريه رد عليك والله فواز نمر القريه دكتور يا ترن ترن تن 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 ها ترررر هلا ابو حاضر ارحب شاهي فاقدك اليوم فاقدك الشاهي الشاهي ايش يقول ابن عمك الشاهي البارد مع ابوي بريال يقطعك يقطعك يحط الفقر ما فيك حيله شاهي البارد خلوني يا زج من موضوعه احسن لي ولا الغلا والله ان يبطي وهو غالي ها ما بكذا اصلا غير القصيده تو لاجنا فيها لج ما هي بالقصيده غير انا طلع غير شيء والله اللي انت تقوله حقه تركيه من زمان وهذه حقه سعد جدع احس ان الشيله انا اكثر شيله شيء ما غيره ها انت تحسبني اكثر شيله شيء من شانك انت ولا شيء سويت على شان ماني مجازي اخو عنقي وحصي اي وشي اقطعه ما ابو لا اطرعه ما ادري شو اسمه اقرطه يا زي يا زي خلوا يعلمكم سعيد وش الكلمات اللي عندنا انها جغال ها ها انها جغال انها جغال شو انها جغال شاي زين هيدي مول شاي انها جغال هلا هلا وغلا يعني تعال مرحبا مليون يعني تعال الليل عطوه عطوه يعني تغاد روح وراك يعني هرب اشرد اشرد خلاص يا بابا اشرد فنجال ولا بياله؟ لا فنجال فنجال دخوات شير بلعب فنجان فنجان عبد الله عبد الله فنجان فنجان وش يا عبد الله لبيك فاشل فاشل الفاشل الفاشة فاشة ولا فاشل؟ الفاشة وش الفاشة؟ يعني ضعيف لا لا الحربلاء ايش ايش الحربلاء 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 الحرباء حرباء الحرباء التي تتلون حربلاء يعني فاشة حربلاء ايه حربلاء حربلاء حرباء 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 لا اله الا الله امي امي دقت لي امي دقت لي الو اقول مع امي ابوك يدق لك هلا امي دقت لي بس خلاص على عيوني يعني عيوني ولد انت ما عندك اشتراك في القصيد شيء يخلص ينتهي شيء شيء ما تبناه الشخص هذا انا احبه يا رجل طيب ترى انت امدح والله اني احبه حبيبي اي والله هو يحبني بس ما يبين غلط احس ان في يعني قرابه يعني وين ما ادري ليش فواز ايه فواز كلنا نحبك تبرسك شيء يمكن قراده اللي بينكم مو قراده انا قراده اقول احبك تقول قراده مو قرابه يا عيون يا بعد يا عيون كلنا نحبك يا فواز ما يتحب الا اللي يحبه يا عيون عسى الله يفرقني بيني وبين اللي يقول ابن شو اسمه عسى الله يفرقني بيني ابو راشد سلال الجدي وش العصير يا نعيم عليكم يا رب الله تعالى انا اطلب طلب بسيط من فواز يغني لي تكفون يلي تشوف يا الله يا بدر صوت يلا الا طلب طلب انت فواز يلا طلب بالله يا جماعه طلب اخوي العزيز الغالي على قلبي القريب يا عيوني يا عيوني
خير رجال الله يبنيك يا عبد الله خير خير اروح انت هناك وشلوا لا لا اطلبني لا 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 العصر العصر هناك انت معي انت يلا نبدا لا 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 ترى هذا اللي قاعد يصير تلوث تلوث سمعي يا الربع والله تلوث اسمع عسى الخير بالله احترم الرجال اللي قاعد احترم الرجال يا عزام عبد القادر مسابقة عبد القادر محتاج قصيد شيء يلا 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 دقيقة يا جماعة الخير واحد اثنين ثلاثة تكفون تكفون يا اللي تشوفونا بشوفه كيف العمل لا مشات ولا سام خلوني يا بوس خش ما والناس كوفة لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة هو زعود أبعطيك معلومة الله اسمع 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 يا بابا اسمع يا بابا يا بابا لا تكلم والله اني صادق لا تكلم والله اني صادق اسمع اسمع طيب اسمع اسمع لا تكلم أبوك سامح لك ما تكلم عرجاء لا تكلم رجاء خلاص والله المشكله اني اكبر منك وادري ذا الشيء اي اكبر مني ترى هلا تكلم المشكله اني اكبر منك مطلق يا طلال تراك انت عندك الصوت المشكله هذا بصير هاشتاج مو بنت هذا الكرك تكفى الكرك هات بس بس على ملابسه توخلك رجال هذا شو يا فواز عندك شو الصوت دحل اي غازي المطيري جالس مع فواز العوده وترند ما له دخل بس ثالث بالجلسه يصير ترند اكيد ما له مع فواز قولوا لين لين اسمع 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 العلم لا 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 انت 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 سمع سمع لا والله انا 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 ابطي اوصل واصيلك يا فواز انت عندك بحه بحه في احساس والله رجل يلا جاب جابر فهمت كي يتحرك هو للامام والله انا طاح انا علشان استمتع كمل الله جابر 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 تعال 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 قم قم جابر جابر يا جماعه الخير جابر بالله يا جماعه يا جابر تعال تعال هنا والله سهله قم تعال هنا قم ابغى اسمع قم يا رجال انت قاعد تعال والله انت قوم لا لا والله انت قوم والله انت قوم قم والله انت قوم تعال 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 انا ولا تعال علم ابني سبعه يلا 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 جماعة صلوا على النبي واحد اثنين ثلاثة شري صوت الحب يا جابر صدق المبعوث يا منه كمل يا جابر يا رب يا رب يا رب نبي شوف شوف لا نبي نبي انا شيد انا شيد من جابر سارعين المجد سارعين سارعين على كيفك نجد وطني هو يقوله سارعين سارع يا جماعة لا 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 ما نبغى جابر ولا نبغى دون قصور في جابر انا يطربني انا نفس الشيء يطربني فواز اي براسك شيء يا ابن جريغم براسك شيء انا اطربه ويطربني يا اخوي مانع يلا قول بالله يا الحاسدون ناس حسادون حاسدون والله الله يكفينا شر الحسد يا عيال اي والله يلا قول بالله من الشيطان تكفون يا ليت تكفون يا ليت يا عيال هذه تكفون من زد فرصتك ويقولها وانا وياه جاي من الطائر واقول له اسكت يا فضحتنا اسكت يا فضحتنا اسكت يا فضحتنا والله بالله وبجنب الناس يراعون وش هالسفينه مجنونه نبي غيره ابشر يقول يا ليتها تسمح ظروفها واحاكيها ضربت حبال الوصل بيني وبينه والله لحطه في عيوني واغطيه وعلم صدق الغرافيسي زين فواز فواز عدها عدها فواز هات كلها بلحم لحم لا فواز عدها عدها عشان احفظها بسأل سؤال عبد الله عبد الله بسأل سؤال بعض الناس من بعض المتسابقين يقول ان فواز شعره ركيك ما قولك في هذا ركيك يعني ضعيف حلو شعر مبدع اسمع اسمع اوكي اوكي يعني اللي نقدني مثلا من اخوياكم تقول انت قدري هل هو يعرف بالشعر والله كذا هو تبصق ما هو بشاعر ما هو شاعر لا قل مع نفسك اقول لك قل لك كذا شفتك اللي يقول فواز مع نفسك مع نفسك يا فواز شاعر مبدع شاهد من شاعر كفو انا اقول لكم الصراحه انا اقول وانا اقول له استمر والله شوف استمر بس شوي الله يسلمك بعطيه بيتين ورد عليه